الله الرحمن الرحيم، أبناء وبنات طلاب الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عن سورة الليل. فسورة الليل تعرفنا بنفسها من خلال من أنا. فسورة الليل هتعرفنا فتقول: أنا عددي 21 آية في الجزء 30. فين فين؟ في جزء عامة. إذن هي موجودة في جزء إيه؟ في جزء عامة في القرآن الكريم. ترتيبي 92. هذا هو التعريف بسورة الليل: أنا عددي 21 آية في الجزء 30. فين فين؟ في جزء عامة. ترتيبي 92. مناسبة سورة الليل أنه روي أن بلال بن رباحة كان عبدا مملوكا لأمية بن خلف، فكان سيده أي كان أمية بن خلف يعذب بلال بن رباح لأنه دخل الإسلام، فكان أمية يريد أن يخرجه من الإسلام فكان يعذبه، فكان إذا حميت الشمس يطرحه على ظهره ببطحاء مكة، يجعله ينام ويضع صخرة عظيمة توضع فوق صدره ويقول له أنه يتركه كذلك إلا أن يكفر بدين محمد أو أن يموت على هذا. فيقول بلال: أحد أحد، أي أن بلال كان يردد كلمة أحد أحد، أي أنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد وأنه لا يكفر بدين محمد أو بدين الإسلام. فذات يوم مر أبو بكر الصديق وهم يعذبونه كما يفعلون ببلال، فقال أبو بكر الصديق لأمية ابن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ خلاص يعني اتركه بلاش تعذبه. فقال له: أنت أفسدته، أي أن أمية قال لأبو بكر الصديق: أنت أفسدته علي، فأنقذه مما ترى. فهنا ماذا فعل أبو بكر؟ اشتراه أبو بكر من أمية ابن خلف، اشترى بلال وأعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. تفسير آيات سورة الليل. أول آية: والليل إذا يخشى. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالليل إذا غطى الليل ظلامه الكون، إذا غطى الليل بظلامه الكون. النهار إذا تجلى. هذا أيضا قسم من الله سبحانه وتعالى بالنهار إذا تجلى وانكشف وأضاء الكون بنوره، فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار. والحكمة في هذا القسم أن تعاقب الليل والنهار فيه مصالح لا تعد ولا تحصى للإنسان، حيث أنه لو كان العمر كله ليلا، لو اليوم كله ليل لتعذر أن نعيش فيه، ولو كان اليوم كله نهارا لما ذهب الإنسان إلى أن يبحث عن الرزق. فتعاقب الليل والنهار، فيكون في النهار المعاش ويكون في الليل الراحة والهدوء والسكينة. هذا التعاقب فيه من المصالح ما لا تعد ولا تحصى بالنسبة للإنسان، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار. وما خلق الذكر والأنثى، أيضا هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. إذن كده احنا أخذنا كم قسم؟ أحسنت، 3. أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار وخلق الذكر والأنثى. طب لماذا أقسم بخلق الذكر والأنثى؟ لأنه سبحانه وتعالى هو القادر، ربنا سبحانه وتعالى هو القادر العظيم على أن يخلق الذكر والأنثى. فنظرا لهذه القدرة الخاصة بذاته سبحانه وتعالى فأقسم بها. فهذا
هذا قسم بالله سبحانه وتعالى، قسم بذاته على أنه الوحيد الذي يقدر على أن يخلق صنفي أو نوعين من الذكر والأنثى. فلانفراده بهذه القدرة أقسم بها لأنها تعتبر شيء خاص بذات الله سبحانه وتعالى. إن سعيكم لشتى، إن سعيكم أي إن أعمالكم، الأعمال التي تقومون بها، لشتى أي مختلفة، تقومون بأعمال مختلفة. لماذا الأعمال مختلفة؟ لأن هناك من يعمل أعمال صالحة وهناك من يعمل أعمال غير إيه؟ غير صالحة. فالله سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ إن سعيكم لشتى، أي إن أفعالكم وأعمالكم مختلفة، منها ما هو صالح ومنها ما هو غير إيه؟ ومنها ما هو غير صالح. فأما من أعطى واتقى، أي فأما من أعطى ماله وأنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا إيه؟ هذا يعمل أعمال صالحة. فهنا اتقى الله سبحانه وتعالى في أموره وفي تصرفاته، لأنه ينفق ماله ابتغاء مين؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى واتقاء لله سبحانه وتعالى. إذن يكون من يفعل هذا الخير يفعله لأنه صدق بالحسنى، أي صدق بوجود الجنة والجزاء الذي وعده الله به سبحانه وتعالى. فسنيسره لليسرى، هذا جزاء أيضا من الله سبحانه وتعالى، أنه يهيئه، أي يهيئ الإنسان لأن يفعل الخير، أي أن يفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي، ويبتعد عن الإيه؟ ويبتعد عن المعاصي. كل هذا جزاء لمن أعطى واتقى، ومن يفعل الخير ويتقي الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نحرص على الإنفاق في وجوه الخير، وأيضا أن نفعل كل أفعال الخير، ليست الإنفاق فقط، ولكن علينا أن نفعل كل أفعال الخير، سواء مثلا أن نمتنع عن غيبة أو نميمة أو أي شيء، أو عن أذى. فهناك بعض المخلوقات التي ورد ذكرها في الآيات، ما هي هذه المخلوقات التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى وخلقها؟ من خلق الليل؟ أحسنت، الله سبحانه وتعالى. أيضا وماذا قال في الآية؟ الليل والنهار. إذن هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أيضا قوله والذكر والأنثى، أيضا دول من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه هي المخلوقات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآيات. بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات أيضا أن أفعال الناس مختلفة، فمنهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. هناك من ينفق ماله في الخير وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ويصدق ما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده من جزاء، بأن الله سبحانه وتعالى يجعل من اتقى يسهل عليه أمور دينه ودنياه، يجعل الجنة مثواه، أيضا ييسر له أمور دينه وأمور الدنيا. هناك أيضا من يفعل الأفعال غير الصالحة ويبخل بماله ولا ينفقه في سبيل الله ولا يتقي الله، إذن هذه الأعمال أعمال غير صالحة. أيضا يكذب ما وعد الله به سبحانه وتعالى، أي لا يصدق مثلا بوجود الجنة، فما يكون جزاؤه؟ أن الله سبحانه وتعالى يعسر عليه حياته ويجعل حياته صعبة ليست سهلة. حبايبي هنحل في الكتاب، أسئلة الكتاب صفحة 19 و20 و22. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنيات مدرسة أسرة الضياء الخاصة بالنجاح والتوفيق.